ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري من بنسلفانيا عمرو عبد المجيد. أهلا بك عمرو، وأنت في هذه الولاية، ما المزاج العام للناخبين لديك في ولاية بنسلفانيا، والوزن الانتخابي لهذه الولاية عمرو؟ الحقيقة أن بنسلفانيا من أهم الولايات التي ستكون حاسمة في الانتخابات الأمريكية في العصر الحديث، وهناك الحقيقه تنافس واضح جدا ما بين هاريس وما بين ترامب في هذه الانتخابات، وكل منهما يسعى جاهدا ان يكون ويكتسب اصوات الناخبين في هذه الولايه الهامه التي ستكون هي الطريق الى البيت الابيض، فمن يستطيع ان يحصد هذه الولايه ذات 19 صوتا وهي من اهم الولايات المترجحه سيكون هو الرئيس القادم للولايات المتحده الامريكيه. الحقيقه نتحدث عن شكل الحضور، بالطبع هذه الولايه من اهم الولايات كان بها تصويت مبكر بشكل كبير خلال الفتره الماضيه، فبالتالي قله اعداد الناخبين وهي المسيطر او هي البارز لدينا حتى الان هي عدم مشاركه واسعه حتى الان، وهي من اهم اللجان الموجوده في مقاطعه فيلادلفيا. الحقيقه اللافت ايضا ان السيدات هم مشاركين واضح لانهم يدعمون التيار الليبرالي الذي تنتمي اليه كمال هاريس والديمقراطيين بشكل عام، وبالطبع المشاركه الواسعه في المدن ستكون هي الابرز، اذا ما تم انتخاب هاريس ستكون بالطبع انتصار للحضر، مناطق تحديدا هي التي تسعى لان تكون مسيطره بشكل واضح، لكن المناطق الريفيه غير من المناطق المتقدمه لاطراف هذه الولايه بطبع يميلون الى ترامب باعتباره من المحافظين بشكل كبير، ومنهم يعني يحافظون ينتمون الى التيار المحافظ الذي ينتمي اليه جنوبيه، لكن على كل حال ستكون هي فيصل العمليه الانتخابيه خلال الفتره القادمه، ومن يستطيع ان يكسب هذه الولايه سيكون هو ساكن البيت الجميل. نعم عمرو، هناك حديث عن كتلة غير راغبة في التصويت وفي الانتخاب، هل لديك معلومات أو تفاصيل عن هذه الكتلة في الولاية التي أنت فيها الآن؟ نعم، أرجو نوها بس إعادة السؤال مرة أخرى. نعم، كنت أسألك حول كتلة غير راغبة في التصويت أو في الانتخاب، هل لديك معلومات عن هذه الكتلة في الولاية التي أنت فيها الآن؟ طيب اذا ما كنت تتحدثين عن شكل التصويت في هذه الولايه تحديدا، فالتفاوت واضح في هذه الولايه ما بين من يريد ان يحافظ على التقاليد او الحرف بالطبع ينتمي الى التيار الجمهوري، ومن يميل الى الليبراليه قليلا هم يميلون الى الديمقراطيه. فبالطبع هذا هو الشكل المسيطر على شكل الانتخابات في هذه الولايه تحديدا. اخر استطلاعات الراي في هذه الولايه التساوي التام ما بين هاريس وبين ترامب، اخر استطلاع جربته سي ان ان كده التساوي التام ما بين ترامب وهاريس في هذه الانتخابات، لا يوجد تفوق من طرف على طرف، فبالتالي يصعب كثيرا التكهن بنتيجه هذه الانتخابات تحديدا في هذه الولايه التي سيصعب التكهن بنتائجها خلال اليوم، ربما تؤخر هذه الولايه نتيجه انتخابات الولايات المتحده ككل انها ستكون حاسمه بشكل كبير، فمن يستطيع كسب اصوات هذه الولايه سيكون ساكن البيت الابيض الجديد. وبالطبع حينما تحدثنا مع المواطنين تحديدا لمن يذهبون الى صناديق الاقتراع، البعض يذهب الى ترامب باعتبار ده رؤيه اقتصاديه واضحه وسيحسن من الاقتصاد ووضع الضرائب داخل الولايات المتحده الامريكيه، والبعض الاخر يتخوف من سياسات ترامب اللي يصفها بالتعسفيه بعض الشيء، ويميل الى هاريس باعتبار ان الديمقراطيين يميلون اكثر جدا ويعني لهم سياسات فرضيه قليلا تخدم افكار هذه الولايه من الحضر تحديدا. الابرز قضيه يتم مناقشتها في هذه الولايه هي كيفيه قضيه الانهار. الولايين يتمسكون بالعادات والتقاليد وهم متشددين جدا في هذه القضيه تحديدا، لكن الديمقراطيين اكثر سهوله ويسر وليس لهم تمت مشكلات ويمدون ان يتحرر بشكل واضح، فبالتالي هذا ما يكسب تعاطف المراه. وهناك لافتات الحقيقه رفعت بشكل واضح داخل اللجان للمنظمات النسائيه تدعم هاريس بشكل واضح وصريح داخل اللجان الانتخابيه، فبالتالي استطاعت هاريس ان تلعب على مشاعر المراه وان تكسب اصوات المراه بشكل واضح في هذه الانتخابات المتارجحه بشكل كبير. ورؤيتنا لن تستطيع الولايه حسم كافه الامور
حتى ساعات متأخرة، ربما من اليوم أو حتى غد، أو ربما تستمر إذا ما بدأوا في الفرز الآخر للأصوات البريد والأصوات الخارج لهذه الولاية، فربما يكون الأمر إعلان اسم الرئيس القادم إذا لم تحسم الأمور خلال التصويت المتواجد داخل اللجان في ولاية بنسلفانيا بشكل عام. نعم، موفى تلفزيون المصري من بنسلفانيا عمرو عبد المجيد، شكرا على التفاصيل.